هاني جان بيكافو. وشنو بيكافو هادي؟ صعيب عليك هادي تاع لي زانجليز. شوف الحيط هذا مدى بيق هذا هكذا باش نعلق لي ديبلوم تاعي. صح انا اللي شفتها في الفيلمات تاع الهندي يعلقوا ورقيهم في الحيط هكذا زعما كوم كوا جا من الخارج. سمعنا فيلم تاع الهند الورق تاعي كيما تقول انا غربت عليهم 15 يار في حياتي. 15 يار غربه ايه بين واش انا غيستابو واش هذا العمل صراحه بديتو تخدموا بلا ما تعيط لي. مازلنا ما بديناش رانا ندخلوا في الدوزان. يا ودخلوا الدوزان هذا بلا سياق علاه ندخلوهم نفتح الغبره. حطي 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 كي نفدا حياتي هنا حطي. اوه هذه حياتك نحي عليها غبرك شويه غبره هذا مكان. لا 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 داك صح هاكي نحيتي غبره يعطيك الصحه. تماني هاكي عجبتني كملي كيما هكذاك بلاصتك جيبيها بالصماطه. انا يسموني انا هي اللصقه. هاي جات اللصقه نحي هذيك اللصقه. يعطيكم الصحه خلاص تقدروا تروحوا خلاص يعطيكم الصحه. وين نقدروا نروحوا نخليوا الحاله مسخه جيب المرضى باش تزيد تمرضهم هنا. ماشي مشكل غدوه نجيب شركه تاع طواش. انا هي الشركه. شوف انا كل صباح صرها واحد يزلزق والاخر يسيق والاخر يحي الغبره والاخر ينحي العتبوت. دوك نوري لك حل يدي دوك تشوف. ربع صباع برك شركه يا شيخ. تماني شبي الطبيب هذا الديشي اللي لقاه يجي علقوا لي انا في الحانوت. شوف هذيك الفاتشه شوف. بصراحه مرحب هذا اللي صبح عليه باي البحش. شوف دوك يجي لك مارشون صاحبي بدلو معاه يعطيني كاش دبسي ولا كاش مقله بابا مقله راي راي باباك الله يبارك. شوف شو ذاك النور نور خارج من وجهه باين بابا يشبه لي باين. شوف ايه قسين بيشبه له في شعر. شوف داك السر السر يتقاطر. واش من السر يتقاطر سيدي مليح وزادوا الهواء والريح والله غادي نديكلاري وفايت في البريميجور ما شاء الله. رايت رايت هكذا سي بون عباك يشوفوها هكا تحسها يهضر معايا يهضر معاها. شكون انا كونيكتي كملت هو الطبيب اه الا وصل الميساج للمرحوم انا نسكرو شي عييت. الامري شنو هذا؟ بيرو تاعي. كيف عندك بيرو؟ او كيف الخبة تاع الصوفة تاك تاع ماكس عنده بلاصة وانا ما عنديش بيرو. حبيتني نخدم انا نهار كامل بالوقفة وانا مريض. شوف شوف خوتي هذا كامل ما نحسش بيه عندي على كلاسة. السلام عليكم قالوا لنا كاين طبيب هنا بابا راه مريض الا معليش واحد فيكم يشوفه. صح كاين طبيب صح تشوفي اختي انا مالي طرافو خليه يولي غدوة ان شاء الله. قالوا يولي غدوة كيف يولي غدوة طبيب الشيخ هو مريض وإذا وبركة بعثوا لك ربي باش تستبرك عليه يجيك الفال على الحانوت. حاج روح روح ليه استراح دوك نولي ندخلك. شو بيك؟ العمري ماناش واجدين I'm not ready. كيف هذه ماكش مرودي هذه من قبيلك وتحكي لي وقاري في الانجليز وضرب 15 ولا قداش ولا 15 تاعك هذه يومين ولا وجيه؟ ها لازم نبداو الخدمة أو هلكني الشوماج. هلكنا الشوماج. بوه تبه جايل وش هذا العريان هذا العمري واش كاين الواحد شوف هذو الكشايف شوف شوف ايه الخلق تي وش عراك تبي بقى لنحي حوايجك وهذيك بدك والله راح تجيب الفيستا تاعها بردت. هي بردت وانت ما بردتش حبل بحوري عند ما
والو راه في حمام الشباتق. تحب البحورية؟ ما تدخل دوك يضربك البرد. حوايجي نجيبو معايا وش. خليهم ثم، لو عندنا الكوروندير. إذا ما خلينا حتى حاجة أنا. دوري لي دوري. فوت 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 فوت. ياه يا طبيب بسم الله، هذا المريض الاول تاعك. او يما لا ما دوبليت بزاف، الدبلوم تاعك جبتو بلونسيانتي. ما تخلعنيش طبيب، الله يرحم والديك. البركه. تا المريض الاول تاعو في الجزائر، هو وعايش هنا، قاري في الانجليز، حاجه من الكبار. الله يبارك، الله يبارك. العمري ما عندوش شغل برا. هات قول لي واش كاين. الهريسه. كيفاش الهريسه؟ نحب ناكل الماكله بالهريسه. ما فهمتش. ناكل الماكله بالهريسه، وكي ناكل الهريسه ما نقدرش نقعد. وشنو هي العلاقه بين الهريسه والقعد؟ البواسير. البواسير الحاج قول لي هكا من الاول. البواسير لازمك ريجيم. واش يبقى لي باش ندير ريجيم انايا؟ خليني ناكل من باب قلبي الماكله بلا حرب. سانتا عمري المحاجم يتكلوا بلا حرب. امبوسيبل. شليطه بلا حرب يتكلوا ابدا. وزفيطي كيما يكونش الحرب يتكل. يا والله ما يعقب لك عمري. واش كدير تما؟ واش كتكتب؟ انا كتبت كلش، الهريسه الحار الريجيم الزفيطي. خلاص 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 الحاج. شوف الحل تاعك دوكا، نعطيك دواء. الدواء هذا ينقص لك السطر، والبواسون ما نشوفوا المحل تاعهم. الدواء اللي جبتهم معايهم في الفيستا، لو جاع نقدر نتحكم فيه. انا اللي مقلقني ما نقدرش نقعد نلعب الدومين. الحاج دوكا البروبليم تاعك تاع بواسر ولا تاع دومين؟ شوف الحاج، الدواء هذا اللي نعطيهولك شرب شي قطات في النهار يكالميو لك السطر، ومن بعد نشوفوا الحل تاع البواسر والدومين. الدواء اللي جبتهم معايهم في الفيستا دوك انت على بالك واش عندك؟ وعندك الدواء تسحق الحاج. شميعات. شميعات. يا نعم. يعني نقول له شميعات. شفت وصلنا النمسقي. شميعات. طبيب انا نروح. شميعات. ونديرولك شميعات.